يعني في التقرير ورد هذا الرقم المرعب، يعني أكثر من 1,000,000 زجاجة بلاستيكية يتم استخدامها كل دقيقة، ما هي المخاطر؟ مساء الخير. حقيقة البشر في نسق استهلاك رهيب وغير مدروس بالمرة، يعني هناك تقريبا يوميا استهلاك لكميات هائلة ومرعبة من المنتجات البلاستيكية التي ينتهي بها المطاف تقريبا في الوسط الطبيعي دون معالجة أو دون إعادة التدوير. دعنا نقول الحقيقة أن البلاستيك ساهم في جعل حياة البشر أفضل، يعني ساهم في تطوير القطاع الطبي، ساهم كذلك في حفظ الأغذية وإعطاء أمد أو عمر أطول مما كان فيما قبل، وهذا تقريبا ساهم في خلق ثورة نوعا ما. لكن للأسف هذا منتج يعني سريع التصنيع، سهل الاستعمال، لكنه لا يوجد حلول كبيرة لإعادة تدويره ومحاولة الحد من انتشاره في الوسط الطبيعي. تقريبا كل يوم هناك الآلاف من الأطنان من البلاستيك اللي ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات، كذلك هناك أرقام مماثلة ينتهي بها المطاف وسط الأراضي الفلاحية والأودية والأنهار، وهي بالتالي تتفكك وتتحول إلى جسيمات بسيطة وصغيرة للغاية، نانو بلاستيك، والتي هي بفعل دورة استهلاكية كاملة تنتهي داخل أجسام بعض الكائنات الحية والتي ينتهي بها المطاف باستهلاكها من قبل البشر. وبالتالي هناك تقريبا الرقم مرعب نوعا ما، أن الآن في كل مستهلك تقريبا على كوكب الأرض تقريبا داخل معطو على الأقل هناك استهلك في حدود 10 جرامات من البلاستيك، أي ما يعادل بطاقتين بنكيتين على الأقل، وده هما داخل جسم الإنسان بفعل استهلاكه المفرط للبلاستيك. هذا تقريبا نسق استهلاك غير مدروس، نسق لا يخضع إلى رقابة، نسق بعيد كل البعد على الاستهلاك الإيكولوجي، وهذا يشكل خطر كبير. تقريبا هذه الأرقام تتفاقم، هذه الأرقام تزداد يوما بعد يوم، ولا يوجد إلى حدود هذه اللحظة سياسات جدية في التعامل مع الاستهلاك البلاستيك والاستهلاك المفرط له. طيب دعنا مهندس حمدي نفند المخاطر كل على حدة، يعني حتى نكون واضحين في هذا الشأن وهذه المخاطر، وحتى يعني نصل إلى ما هي الحلول في النهاية. المسألة المتعلقة بالانبعاثات الحرارية، بما أنه هذا الموضوع هو الشغل الشاغل لكل العالم الآن في كل المؤتمرات المناخية السابقة على مدار السنوات القليلة الماضية، ما تأثير هذه المنتجات على الانبعاثات الحرارية والمسألة المتعلقة بالتغيرات المناخية؟ كما أسفت ذكر سيدتي، هناك تقريبا 25% من منتجات البترول تتحول إلى مواد بلاستيكية، ومعظم هذه المواد البلاستيكية ذات استعمال واحد، يعني سيقع استعمالها لمرة واحدة دون أن يكون لها عمر استهلاكي طويل الأمد. وبالفعل هذه معناها تقريبا هذه المواد يقع حرب كميات من الطاقة من الغاز من البترول لمحاولة تصنيع هذه المنتجات البلاستيكية. يعني في كل ارتفاع للنسق الاستهلاكي للبلاستيك، سواء الزجاجات البلاستيكية أو مواد التغليف بأشكالها المختلفة التي نراها في كل الفضائيات التجارية أو حتى في استعمالنا اليومي، أو الأكياس البلاستيكية أو ما حدث خلال جائحة الكورونا من استعمال مواد طبية ذات منشأ بلاستيكي، تقريبا هذا كلها حصيلة تعتبر ثقيلة نوعا ما. وكلما ارتفعت هذه الحصيلة من المنتجات البلاستيكية إلا وارتفع الطلب على البترول اللي هو المصدر الأساسي للبلاستيك، وكلما ارتفع الطلب على البترول إلا وارتفعت انبعاثات غازات ثانية، غازات الاحتباس الحراري التي نشاهد الآن في خلال الطقس. نحن في شهر 12 شهر ديسمبر تقريبا، ودرجات الحرارة في تونس ومصر وفي معظم منطقتنا العربية في بعض الأحيان تجاوزت 30 درجة، يعني في المفروض خلال هذه الفترة من السنة درجات الحرارة لا تتجاوز 20 درجة، لكن نحن الآن أمام مشهد سريالي، مشهد رهيب، مشهد ينبئ بخطر. يعني كلما ارتفع الطلب على البلاستيك إلا ارتفعت المخاطر المناخية المرتبطة به، وهذا تقريبا ليس هناك ربط بين منشأ التغيرات المناخية وبين الاستهلاك المفرط للمنتجات البلاستيكية بصفة عامة. تقريبا المستهلك العربي لا مازال ما عندوش الوعي اللازم للتفرقة أو محاولة احتواء الموقف من خلال مراجعات ذاتية للاستهلاك لمحاولة الحد من المخاطر المناخية. خلينا نلخص الموقف في جملتين: كلما زاد الطلب على المنتجات البلاستيكية والمواد الشبيهة إليها، كلما زادت التغيرات المناخية الشدة والآثار الحوادث أو الشذوذ المناخي الذي نشهده الآن من ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار ستكون أعرف في المستقبل.